رحت 11 في 3 ارقام و11 في رقمين و11 في رقم، هنا 11 في 4 ارقام. هنا اهو الرقم اللي في الاول اهوت هنجيبوه هنا، والرقم اللي في الاخر اهوت هنجيبوه هنا. بعدين الاتنين هتتجمع مع التلاتة اللي جنبها هتبقى 5، وهنا الواحد هيتجمع مع الاربعة هيبقى 5. بعدين التلاتة هتتجمع مع الاربعة، يعني الرقمين اللي في النص هيتجمعوا برضو مع بعض هيبقوا 7. هنا هيبقى هو دي الإجابة. هنا بقى 11 في 7290 هتساوي هنا الرقم اللي في الأول اهوت الصفر نجيبوه اهوت هنا، والرقم اللي في الآخر 7 نجيبوه برضو كده هنا. بعدين 7 زائد 2 هتساوي 9، وصفر زائد 9 هيساوي 9. هنا بقى 2 الرقمين برضو اللي في النص يتجمعوا مع بعض، بعد ما نجمع الآخر مع اللي جنبه والأول مع اللي جنبه هنجمع برضو اللي في النص مع بعض. 2 زائد 9 هتساوي 11. ال11 مش هنكتبها طبعا مع بعض، مش هنكتب طبعا ال11 كلها هنا، هنكتب هنا الواحد والواحد التاني يتجمع اهوت كده نجمعهم مع 9. بعدين لما نيجي نجمعهم مع 9 هننزل هنا الصفر 9 والواحد. هنا بقى 9 زائد 1 هتساوي 10، الصفر هو بتاع 10، والواحد هيتحط مع 7 هيبقى 8. هنا بقى 11 في 1212 هتبقى هنا هنجيب الرقم اللي في الأول نحطه هنا، والرقم اللي في الآخر نجيبوه هوت هنا. بعدين 1 زائد 2 هتساوي 3، و2 زائد 1 هتساوي 3، و2 زائد 1 هتساوي 3. بكده نكون انتهينا من شرح جدول 11، واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي، هيبقى عن اي رقم في اي رقم، قصدي اي رقمين في اي رقمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.